الشركات الفلسطينية والكرمية حاضرة بقوة في مهرجان الزيت والزيتون الأول في طول كرم. وعندما نتحدث عن شركة التركية الفلسطينية زيتا التي كانت حاضرة بقوة منذ اليوم الأول وحتى الآن، يسعدنا أن نستضيف وإياكم مشرف المبيعات في الشركة السيد محمد أبو حمدي. يسعد مساك. يسعد مساك يا رب ومساء المشاهدين جميعا. يسعد مساك محمد. يعني كيف تقيم المهرجان من اليوم الأول وحتى اليوم؟ كون المهرجان الأول في محافظة الكرم كانت هناك يعني مخاطرة كبيرة، بس تبين أنه ما شاء الله القائمين على المهرجان أبدعوا ما قصروا، حضور جماهير كبير في اليوم الأول والثاني وهي الثالث ما شاء الله، فالله يوفقهم ويعطيهم ألف عافية. وأنتم كشركة كيف كنتوا حاضرين؟ قديش استفدتوا من هذا المهرجان؟ كانت لنا إفادة كبيرة ترويجية، اللي هي كانت إنه إحنا نعرف المواطن بشكل مباشر، اللي هي على إنه في منتجات محلية بتضاهي المنتجات الإسرائيلية، وطبعاً لازم نعرف المواطن بشكل مباشر إنه المنتج المحلي لازم يثقوا فيه لأنه جودته عالية، والشركة التركية حصلت على ايزو 22000 وقدرت إنها تصدر لعدة بلاد، فبدنا إياهم يثقوا بالمنتج المحلي الوطني ويشتروا منه اللي هو بديل عن المنتج الإسرائيلي أو الأجنبي. جميل جدا. ودعوة منك اليوم لكل الناس اللي بتابعونا حاليا في اليوم الأخير من المهرجان، إنه يتفضلوا أول شيء بزيارة المهرجان، وثاني شيء لازم إنه يوثق بالمنتج المحلي ويشتروا منه لنقوي اقتصاد الدولي، بده يصير عندنا دولة. أكيد طبعا. أكيد بدنا نفصل عن المحتال، فلازم يدعم المنتج الوطني مش الإسرائيلي. أكيد طبعا. يعني وكون هذا المهرجان الأول ربما الشركات سوف تستفيد من الناحية الترويجية بالدرجة الأولى أولا. نعم. ولكن إن شاء الله في المهرجانات القادمة ستكون الاستفادة أكبر لهذه الشركات. وتعالوا تفضلوا زورونا في اليوم الأخير من مهرجان طول كرم الزيتون والزيت، وزوروا زاوية الشركة التركية الفلسطينية زيتا. المنتج رائع جدا، منتج وطني بامتياز، الجودة جدا رائعة. تفضلوا زورونا وجربوا كمان واقتنعوا في هذه المنتجات. شكرا جزيلا السيد محمد أبو حمدي مشرف المبيعات في الشركة التركية الفلسطينية زيتا. شكرا.